عليكم وصباح الخير. بتكلم على موضوعين، واحد قصير جدا ما ياخذ يمكن ولا سناب ولا سنابتين، والثاني عن موضوع التعليم وبعض التغريدات اللي قريتها. اول شيء على موضوع بطاقة مدى اللي انتشر، انه انتبه لا يعني يسحبها البائع على الجهاز اللي عنده والتحذيرات والى اخره. اوكي، التنبيه والتحذير ممتاز وجيد، لكن المشكلة انه حساب مدى اللي في التويتر او حتى مواسطة النقد لم توضح ايش التبعات اللي لو سحب، ايش اللي يجي بعدها. يعني ايش يعني هذا؟ هل يعني انه بياناتي اخذت؟ هل يعني انه حيستخدمها؟ هل وش الاثر لعملية السحب هذه او المخاطر حقتها؟ لم توضح للأسف. فالمبالغة حتى أنه بسحب المبالغ هذا لن يحدث، لأنه لا يمكن سحب مبلغ إلا برقم سري البين. المفروض أنت إذا جيت تحذر على بطاقة تقول إيش الأسباب والمبررات، ثم إذا حصل المخالفة وش أسوي أنا. هذه كانت مهمة يجب أن تعملها حساب مدى، اللي طبعا هو يتبع الجهات يعني الاختصاصية مثل مؤسسة النقد وغيره اللي تغرد فيها، أو أنها كانت تابعة للبنوك. فمبالغة كانت كبيرة جدا انه حيكون في سحب مبالغ، هذا غير صحيح، لانه لازم في رقم سري. هذا بطاقات الصراف، بطاقات الائتمانية يفترض انه ما يسحبها طبعا، لان البطاقات الائتمانية في بعض منها ممكن تسحب او تكون عملية سحب مالي من خلال عملية بدون رقم سري بعضها وبدون رقم او بدون توقيع، ممكن يحصل، وهذا يحصل برا، انا جربته موجود. هنا هل يوجد هذا الشيء 100% انه ممكن سحب بدون رقم سري، بدون رقم السري وبدون يعني توقيع؟ ما اعرف هنا هل يلزم كل عمليه بالبطاقه الائتمانيه برقم سري او لا، لانه برا ممكن بدون رقم سري في بعض الحالات. طيب نجي على موضوع التعليم. التعليم انا قريت بعض التغريدات للاسف، بعض كتاب كبار يعني بالمناصب اللي وصلوها بعضهم جالس يصب اللوم على المعلمين، وأنهم فيهم كسل، وأنهم فيهم وفيهم وفيهم، يعني زعلان من طول الإجازة حقتهم بيبدو لي أو شيء زي كذا، أو أنه مشكلة أنه عندهم بالكفاءة وجودتهم وإلى آخره. هاي تغريدات موجودة بس أنا ما أحب أحطها ولا أحب أذكر أسماء، موجودة على أي حال، موجودة إلى أمس أنا قريتها. المهم الآن إذا جينا نلوم المعلم بطول إجازة وجودته وكفاءته وأنه كسول وإلى آخره، المعلم من اللي عينه؟ من اللي حطه؟ يعني قبل ما تلومه أنت، هو لم يأتي من نفسه ويعين. لما تضع اشتراطات طلب المعلمين تضع شروط وتضع متطلبات، تقدموا للمعلمين يقبلون، عين كمعلم. طيب الخطأ وين هنا؟ المعلم ما عنده أي خطأ. الخطأ من إذا وجد من خلال الوزارة التعليم، لأنها هي ما تختار المعلمين، ويجب أن ما يكون حكم معمم أنه المعلمين فيهم وفيهم وفيهم، لأن التعليم أساسا أنا بتكلم عن إدارة، ما راح أتكلم عن المناهج وأتكلم عن المعلم وجودته وإلى آخره، لأن الكثير جدا متذمرين من التعليم وأنا منهم، متذمر كجودة مخرجات الطلاب. والدليل اختبارات القياس والتحصيلي، شفنا اللي سوى زي عملية الفلترة المخرجات الثانوية. أوكي، يعني بضرب لكم مثال، قبل سنوات يمكن 15 سنة أعتقد أو يمكن أكثر شوي، جت بنت أخوي تبغى تحل مسألة رياضية ثالث ابتدائي أظن أو رابع ابتدائي شيء زي كذا، يعني بحكم أني أحب الأرقام والرياضيات وإلى آخره، فشفت المسألة وحليت لها، وشفت بعض الشرح للمدرسة والحلول اللي حطتها غلط، المعلمة غلط حلها وكتابتها وإلى آخره، وكتبت عليها يعني كتبت ملاحظة كيف تتم هذه العملية التعليمية بالخطأ لطلاب كذا ويتعلمون غلط وإلى آخر الكلام. راحت البنت للمدرسة بعد ما حلينا الواجب وشفنا أخطاء بالسابق يعني بسبب المعلمة. ما أدري إلا بكرة اتصلت بالمعلمة، طبعا أخذت الرقم البنت وكذا، زعلانة مسكينة وليش تقول كذا؟ كنت غلط. طيب غلط، كانت أعرف شو دخلني، أنا مدرسة جغرافيا وأنا أظن جغرافيا قالت أو شيء زي كذا، يعني مسكينة هي جاية فزع للمعلمة اللي راحت غطتها أو شيء.
هي مسكينة حطوها في مكان مو مكانها، عملية تغطية، وجلست يبدو طولت لأنها قاعدة تشرح وفي حلول وفي كذا، مش حصة واحدة وبس. طيب المعلمة من جابها؟ يعني هل هي قالت لا أنا حطوني في الفصل؟ نرجع للإدارة، مشكلة في الإدارة عندنا في التعليم، لأنه إذا ما كان عندنا المعلم عند الولاء وحب للتعليم من البداية، زي الموظف عندك في الشركة، أنا عندي في الشركة إذا وجدت الموظف ما عنده الولاء ولا عنده محبة العمل ولا عنده الارتياح، خلاص وش مشكلتك؟ مشكلتي ما يناسبني، خلاص قدم استقالك أو تحل مشاكله. لكن لما توجد معلمين دائما تشوف في تذمر، في تذمر وكبير، يعني لأنه في مشكلة، المعلم ليش مو راضي؟ ليش مو راضي؟ هل هي أشياء مادية؟ مو كلهم مادية. هل هي أشياء أنه ما وضعته في المكان المناسب؟ هل هو عنده مشكلة إدارية؟ هل هو عند يعني عد للمشكلة؟ يحمل المعلم أكثر مما يحتمل، والمعلمة طبعا أتكلم عن الاثنين. يعني أنا أقول التخطيط والإدارة في التعليم، يعني أنا اللي ما أفهمه كيف تخرج طالب من الجامعة ما يعرف كلمتين بالإنجليزي، ما يعرف. يعني شوف بالشركة يجي تختار بعض الموظفين اللي تبغى تعين وشيء، كلمتين بالإنجليزي والله ما يعرف، واللي يقولك يعرف طيب تأخذ وتعطي معه شوي ما تلقى عنده. وبعدين أسلوب العيد طبعا، التعليم بالتلقين وأسلوب الحفظ والمواضيع هذه، هذه مواضيع طويلة عريضة في 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 عمق التعليم هم المسؤولين عنها. بس أنا أقول مسألة إدارة وتخطيط، على الوزارة أن تكسب ولاء المعلمين وعلى ارتياحهم. وين المشكلة؟ حلوا مشاكلهم، حلوا مشكلة البيئة التعليمية. أنت لما تطالب المعلمين والطالب، هل المدرسة هذه فيها كل المقومات اللي تطلبها منها وممكن تنجح ولا لا؟ مثل الآن زيادة ساعات رياضة طلاب صفية والقصص هذه، هل المدرسة موجود فيها كل هالشيء ولا لا؟ أنا أعرف أنه مو كل المدارس موجود في هذا الشيء، فكيف تطالب فيه؟ يعني أنا لو أكتب حين تغريدة واحدة من كلمتين شوفوا رد الفعل وش يكون. تدري وش الكلمتين لو بكتب علشان بس تقيس قياس، طبعا ما راح أكتبها، لكن كقياس تعرف حالة التذمر. أنا أقول المعلم غير كفو، بس كلمتين شوفوا وش بيجيك هجوم. ولا تكتب كلمتين وزارة التعليم أفضل، تقدم أفضل أداء للمعلم، شوف وش بيجيك من هجوم أو كتابات وإلى آخره. إذا في حالة عدم ثقة، حالة عدم خلينا نقول انسجام في العمل. المنظمة إذا ما صار فيها انسجام في العمل، أنا كوزارة، أنا كمعلم، كمدرسة، كمركز توجيه، كمركز ما أعرف إيش حق التعليم، أنا ما أعرف تفاصيلهم، لازم، لأنه كل أمة لا تقوم إلا على التعليم. التعليم هو العمود الفقري في كل شيء، في كل شيء، في العقول، في الاقتصاد، في الأدب، في كل شيء، وتنهض الأمم بالتعليم، وانت ما يحتاج الكلام هذا. لكن احنا لازلنا في التعليم بين شد وجذب، إجازاتهم طويلة وما إجازاتهم طويلة. طيب يا أستاذ إذا كنت تقول كذا، أنت شوف مشاكله. أنا منتقد مثلا طول الإجازة، لكن مو مشكلة المعلم هي، ولا مشكلة المعلمة. طيب وش أعطيناهم تدريب وتأهيل؟ يعني مفروض سنويا يجي تدريب وتأهيل المعلم، أسلوب كسب الرضا، أسلوب التعليم الجاذب، أسلوب يعني توجيه الطلاب، أسلوب آلاف الدورات والتدريب والتعليم بكفاءة تقدم. هل هذا يقدم ولا لا؟ نرجع للمرة ثانية، كسب ولاء، أرجع وأقول كسب ولاء ورضا وارتياح المعلم والمعلمة هي بالدرجة الأولى، لأنه علشان المعلم يعطي من قلبه ويعطي بأقصى ما عنده، ما يعطي بتذمر. يعني أنا دائما أشوف اللوم وأقرأ، يعني لوم وتذمر بشكل مو طبيعي. طيب يا وزارة حلوها، وش المشكلة؟ حلوها، جيبوها تعال. إذا لم تحل المشاكل ما يكفي تستدير عليها، وما يكفي وعود، ولا يكفي أنك سوف وممكن وندرس ولجنة، ما يصير. هذا تعليم. ليش الطالب عندنا مثلا ما يفرح بالإجازة يوم واحد، يدورون الغبار يوم علشان يروح إجازة، هو ولا المعلم؟ يعني كثير، ما أقول غالبي، كثير يعني ما نقول كلهم، لكن ليش يفرحون بالإجازة؟ ما يبون المدرسة، ما يبون الفصل، ما يبون المعلم. ليش نوصل هالدرجة؟ في مشكلة عندنا إن التعليم، أنا ودي أروح المدرسة والله يا أخي أنبسط أرتاح، ما عندي.
يعني مثلا نقول والله انتهى الاسبوع اليوم الخميس وانتهت الدراسه، ودي والله تستلم دراسه بندو، يعني يتحمس على الاسبوع الجاي، هذا مو موجود. انا اشوف طلاب عندي ويالي وعنده غيري وغيري وغيري، وبالتويتر وسائل التواصل ما شاء الله تنشر كل شيء، يدورون غبار وضاغط وين مدير التعليم، على جاي يوم غبار كذا يبون اجازه، ما خارج يمكن تستاهل اجازه، بس ليش الحماس بهالقوه وده بس ما يروح؟ شو السر؟ احد درس هالمساله ذي، ليش المعلم او الطلاب غالبا ما يحب يقعد؟ مو ممكن لحد ترى ما يحب التعليم، انا اتمنى ارجع للتعليم وادرس الحين بس ما حصل لي، الاعتبار طبعا السن والى اخره، لكن ما يصدقون يبغون يوم اجازه وعمليه ضغط وتواصل اجتماعي والى اخره. ليه التعليم عندنا مو محبب والناس تحب تتعلم وتتمسك فيه؟ احنا نقول في خلل في مساله التخطيط والاداره في التعليم، انه ما في جاذبيه للمعلم، ما في جاذبيه للطلاب، البيئه المدرسيه، ليش التذمر موجود، ليش كفاءه الطلاب ما هي عاليه، ودليل القياس واختباراته التحصيلي اللي تطلع في الجامعات، ليش ما يطلعون الطلاب يتكلمون لغه معقوله ومقبوله، ما اقول بيرفكت، لا تلوم المعلمين والمعلمات بسبب انه طول الاجازه. يا اخي فتش على الاداره، فتش عن من اللي سواها، من اللي وضع الجدول. الصيف وش سويتوا لهم؟ طيب برامج، انشطه، تدريب، تاهيل، تعليم الى اخره. هذه مؤسسه تعليميه تقوم عليها الدول والامم، هذا الشيء الاساسي المهم. اذا لم يرتاح المعلم ولا الطالب زين ويكون عندهم ارتياح داخلي وبعمق، لا يمكن تطلع التعليم جيد. تقول يا الأولين والأولين، الأولين راح زمانهم، الأولين راحوا بزمانهم، كانوا مجرد يتعلمون عشان يقرأ ويكتب، وكان يطلع هذا عندهم جينيس أحسن واحد هذا. الآن تغيرت الأمور، لا تقول لي زي أول. الآن كل وزمانه. الآن التعليم يحتاج، ما يكفي حتى جامعة الحين، أول كانوا يبون بس اللي يقرأ ويكتب، الحين حتى جامعة ما يكفي. لازم تخصص ولازم علم معين وإلى آخره، فبالتالي أنت تحتاج إلى أعلى كفاءات في التعليم، وأولها المعلم، لأن الطالب متلقي يعني هو زي سفنجة ياخذ، إيش تحط فيه هو اللي يقدر ياخذه. فهذه أهمية وزارة التعليم، ادرسوا المسألة بعمق شديد، وليس مسألة الإجازات، وليست مسألة من ينتقد المعلمين عشان طول إجازة وغيرها. الخلل مو عندهم، خلل من خطط ووضع المعلم، إذا كان غير كفو فهو مسؤولية الوزارة، وإذا كان كفو يجب أن يوظف صح. راح أثارني الموضوع لأنه معطى يعني المعلم أكثر من، أنا ما جاملهم ترى المعلمين، أنا أنتقد وأقول وأكتب، ما عندي إشكالية في الموضوع، بس أنه لما تحط اللوم عليه جلسة طويلة وكسول وما أعرف إيش، موجودة ترى يعني التغريدات، ما يصير يعني، أقدر أقول بين قوسين عيب انك تقول هذا، انه وش ذنبه؟ طيب هذا الحين اذا بدات الدراسه لو يغيب يوم ولا يتاخر شيء بالمسطره الخط الاحمر حاسبوه عاقبوه. طيب انت يا وزاره التعليم، بيئه مدرسيه متكامله، جاذبيه التعليم، الناس ما نبغاها تصير ما تصدق متى ينتهي الاسبوع، ولا يدورون مطر ولا تراب ولا شيء عشان اجازه يوم، ليش التعليم غير محبب؟ خلوا الناس يحبون التعليم، لا المعلم ولا الطلاب، وبينجح التعليم. هذه أبسط قاعدة أنا برأيي الشخصي، إذا حبوها بعمق حتنجح. هل أحد سأل الطلاب ليش أنت مال يعني زهقان من التعليم، ما ودك كذا تحس بالطفش ومال ليه؟ أحد سألهم الطلاب؟ المعلمين مثلا، طيب أخذتوا هالدراسات سويتوها إلى آخره، طلعت نتائج، حطيتوا الحلول، حطيتوا خطة كيف تعالج هذا؟ واحد مش عكس السير، فلازم أن تأخذ هذه المخرجات وتحاول تحل حلول جذرية، ثم تجي سوق العمل والاقتصادك إيش محتاج من تخصصات، من وش توجه البلد، وش توجه الاقتصادي للمستقبل، وتضع خططك عليها مع وزارة التعليم العالي، الآن كلها صارت واحدة طبعا مع الجامعات. استراتيجية طويلة المدى، تبي شغل مو سهل، أبدا مو سهل، لأنه هذه إذا ما كانت بأعلى كفاءة تصير وتحصل، إذن هي خسارة.
استدراك بسيط على موضوع اليوم اللي هو المعلمين والمعلمات، اللي كان طبعا في تغريدات كانت تلومهم على انهم الاعلى راتب والاكثر كسل والى اخره. طبعا اللي كتبها الاستاذ جينان الغامدي بتويتر، فعشان ما تكون يعني السلام عليكم فهذه اللي اثار الموضوع من البدايه. فبرجع أقول أنا أن المعلم ما يحمل أكثر مما يحتمل، وإذا حصل تسيب أو كسل أو إلى آخره، طيب وين المحاسبة للمعلم؟ وين الجهات اللي تكون مسؤولة عنه، مثل الإدارة اللي في المدرسة وإدارة المنطقة وإدارة التعليم؟ التسلسل الإداري اللي مفروض كيف يتابع المعلم؟ طيب كيف أنا أتابع أنه أنجز وما أنجز؟ لأنه مهم جدا حنا نتكلم على أن المعلم يكون يعمل بالمجال اللي هو مخصص له، علوم علوم، رياضيات رياضيات، مو رياضيات تصير جغرافيا والجغرافيا تصير علوم. يجي مثلا معلم يسوي حذف، ترى هذا محذوف، ترى هذا مو معنى، ترى هذا ملخص وإلى آخره. طبعا هذا أعرف أنه غير نظامي أنا. طبعا المعلم مطلوب منه الإخلاص والتفاني في العمل والمثابرة فيه والاجتهاد وكل الأعمال الأساسية اللي مفروض أنه يؤديها. إذا أدى هذا كله إذا تنتهي مسؤوليته. مسألة التخطيط، مسألة التوجيه في العمل، هذه ليست مسؤوليته، لأن هناك إدارة مفروض ترتب هذا الشيء. لكن هو مطلوب منه الإخلاص والإتقان والمثابرة والاجتهاد بالعمل وكل شيء، لكن هنا من مسؤولية تصير اللي عليه. لكن أكثر من كذا أعتقد أنه التعليم إشكالياتها متعددة وكثيرة. يعني مثلا الآن المدارس المستأجرة، احنا لو نبني كل سنة 500 مدرسة كل سنة، خلال 10 سنين احنا نبني تقريبا 5000 مدرسة. التعليم يعني شيء متكامل، دائرة متكاملة، زوايا متناسقة. ما نلوم المعلم فقط، ولا تلوم مثلا الوزارة فقط إذا لم يؤدي المعلم اللي عليه، ولا تلوم إدارة المدرسة إذا الإدارة التعليم لا تلبي. هي حلقة متصلة يجب أن تتواصل، لكن في النهاية لازم يخرج لي طالب يجيد ومتمكن. المناهج أنا شفتها يعني بقدر معقول أجدها قوية، يعني مناهج اللغة الإنجليزية والرياضيات، لكن شلون يطلع الطالب بعدين مو ذاك القوة الكافية اللي يتجاوز فيها القياس والتحصيل للوصول إلى الجامعات أو اللغة الإنجليزية؟ نعرف عن موضوع اللغة الإنجليزية شلون التدريس فيه، يعني شيء ضعيف جدا، يعني ضعيف ضعيف، رغم ان المنهج قوي. الخلل وين؟ انا ما الوم المعلم، انا الوم المعلم اذا لم يوضع بالمكان المناسب، لانك اذا وضعته بغير المكان المناسب لن يؤدي 10% 20% 30%، وبالتالي هيحتاج انه يصل الى 80 90% انك انت تعالج كل اشكالياته. طيب هل انت عالجت اشكالياته؟ هنا السؤال. فبالتالي التعليم عندنا محتاج أشياء كثيرة جدا نعمل فيها، لأنه احنا نلاحظ الآن في القطاع الخاص لما يجون الشباب، في متميزين طبعا، بس يظل يحتاج لإعادة تأهيل، إعادة تأهيل، إعادة تأهيل. وبعدين لما يتخرج من الجامعة هو يعتقد أنه خلاص وصل مرحلة الجاهز اللي هو الطالب، لا، يكتشف أن اللغة عنده مش قوية، مش متمكن. وبعدين التعليم الآن مفروض في مناهج، أنا برأيي الشخصي يجب أن تضاف، مثل فكر اقتصادي، فكرة الادخار، فكرة المصروف، قصص الناجحة للناجحين في مجال الأعمال، فكرة أن يوجد مكتبة بالمدرسة. يعني هل كل مدرسة في المملكة عندنا حتى لو ابتدائي فيها مكتبة؟ أجيب الطلاب حصة واحدة في الأسبوع أدخلهم هالمكتبة الفصل هذا، حط فيها كتب رياضة، كتب علوم، كتب استكشافات، كتب ألعاب. إذا دخلت 20 ولا 30 طالب تقول لي هذا لما يقرون وإلى آخر، يا أخي لو يطلعون 5 6 7 8 ممتاز من كل فصل، ومع السنين حيتكررون حيزيد، وبالتالي يطلع لك ناس قارئين، ناس مطلعين، ناس متعودين على الكتابة. هذا ما موجود. الأنشطة مثلا الحرفية، واحد يتعلم نجارة، واحد يتعلم رسم، واحد يتعلم ديكور، واحد يتعلم يعني الأنشطة اللي صف فيه هذا، اللي تعود العمل الاجتماعي، عمل الاجتماعي هذا مهم جدا، ما هو موجود. بمعنى أن العمل الاجتماعي تعلم على نظافة، حفظ المال العام،
حفظ الطريق، حفظ أنظمة المرور، نظام الشارع، وش تسوي بالبيت. التعليم مو بعلم فقط ساينس يعني، لا، العلم حتى فيها تربية، فيها كسب مهارة، فيها كسب علوم، فيها كسب قدرة. في ناس مثلا مو جيد بالتعليم لكن يفلح مثلا في الرسم، يفلح مثلا في أعمال ثانية ثانوية قد تكون أكثر أهمية. جيب له مثلا جهاز يقعد يحارف فيه، يقعد يلعب فيه، يطلع شيء. ترى هذه ما هي موجودة، أنك تطلق العنان للشباب وللبنات أنهم عندهم، يصير عندهم طاقات وقدرات ما حد اكتشفهم، هو يكتشفها إذا وفرت أدوات وآليات كثيرة أنه ينجح فيها. يعني المدرسة مو مدرسة كتب، روح ادرس، احفظ، ارجع، اختبر، انجح، خذ الشهادة. مو هذا التعليم. والدليل شوف التجار ورجال الأعمال وإلى آخره، ما كلهم أخذوا شهادات ولا جامعات، اكتسبوا المعرفة والقدرة هذه من الميدان، من العمل المباشر، من الواقع. وهذا هو المهم. ما راح أقدر أتكلم بالتعليم، يبي لي محاضرة طويلة عريضة على موضوع التعليم، بس أنا ركزت على مفاصل مهمة بظني أنها هي مهمة جدا. أنه لا نلوم التعليم على جهة واحدة وزاوية واحدة، تعليم حلقة متصلة، إذا اختلت جهة واحدة اختل كلها، لا يمكن قدر الإمكان. لأن أوكي بيطلع الطلاب وتبي يقول واحد شوف نجح هذا ونجح هذا، يا أخي يطلع لك من 100 طالب ولا 1000 طالب 5 6 7، هذا مو معيار، ما هو معيار. المعيار أنك على الأقل يوصل 60-70% يكون ناجحين وممتازين ومميزين. ليش حنا يطلع الطالب عندنا دائما عنده قصور، دائما عنده قصور في الغالب يعني. ومستعد أجيب لكم أي طالب يتخرج من الثانوي أو من الجامعة غير متخصص في اللغة الإنجليزية، لا يستطيع أن يتكلم ولا بكلمتين ولا بسطرين. هذا في جزئية معينة. ما نبغى التعليم لمجرد أني أنجح وأخذ شهادة، هذا مو تعليم. هذا تعلمون الناس والطلاب على أنه يكون يتعلم علشان يحمل شهادة، عشان يتوظف، عشان يجيه راتب. أوكي هذا تحصيل حاصل حيصير في النهاية، لكن مو هذا الأساس. إذا ركزت العلم على هذه النقطة لن يكون هناك علم قوي وحقيقي. لأنه مو كثير كلهم يروحون وظائف، ولو كثير يروحون في الأعمال الحكومية وغيرها، يروحون قطاع خاص، يروحون أعمال حرة، أعمال خاصة. لكنك توجد سواعد وطنية قوية قوية قوية. الابتعاث هذا ممتاز، وكل ما أنا أتمنى أن يستمر الابتعاث إلى الأبد. كل سنة لو يبتعث 10,000 مميزين جدا في الطب وفي الهندسة وإلى مميزين جدا، تخيل 10,000 كل سنة فقط. أنا ما بي 200,000، ودي كل سنة 10,000 يروحون سنويا ما يوقف. شوف شو بيطلع لك، شيء مميز. غيرك أن تعمل من الداخل طبعا بقوة. مفروض موضوع شائك وطويل، لكن التعليم لا تقولون أن المعلم هم السبب وهم هذا مو صحيح. أوكي هم فيهم جزء من المشكلة، لكن مو كلهم. إذا وضعته بمكان غير مناسب، إذا ما حطيته حقوقه، إذا ما ارتاح، إذا 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 لا يمكن. مثل الشركة إذا فلست، هذه شركة إنرون في أمريكا فلست، في بعض الشركات عندنا فلست، هل السبب هم الموظفين والعمال وإلى آخره؟ لا، الإدارة اللي دخلت مخاطر. طبعا ممكن مقارنة مجازية بين شركات وبين تعليم، هذا أهداف أخرى وهذا أهداف أخرى وهذا ربحي وهذا مش ربحي. لكن تجي نروح ونرجع على الإدارة والتخطيط والاستراتيجيات، هذا أهم شيء وهذا الحل. ماسك خط بس شفت الرسائل كثيرة مرة والشرح والتعقيبات، طبعا كلها تقريبا 90% تؤيد نفس الاتجاه اللي اتجهت له أنا، لكن حبيت أني أضيف الإضافات هذه اللي أعتقد مهمة. طبعا الهدف في النهاية أن نوصل لأحسن مستوى، لأفضل نتيجة، لأنك في النهاية هنعكس على هالبلد وعليك أنت شخصيا وعلى وضعك أنت، تصير متمكن أنت، قدرتك رأس مالك في الشخص. إذا صار هو قوي ومتمكن وعلم ومعرفة، هذا رأس مال، هذا هو رأس المال. لأنه المال لا يصنع نفسه، الرجل أو الإنسان هو اللي يصنعه ويصنع النجاح، وهذا الأساس. هذا ترى مو كلام ترويجي وإعلاني وإلى آخره، هذا قناعتي الشخصية بهالشيء. رأس المال هو الإنسان، يأتي من وين قوته؟ من قوة ماذا يأخذ وماذا يتعلم وماذا ما يستفيد من التجارب والواقع اللي يعيشه، وهذا هو المهم. ويجي
الإنسان يعيش التحدي، أوكي مشاكل في التعليم وإلى آخره، لكن أنت يجب أن تضاعف الجهد، أنت يا الطالب والطالبة تضاعف الجهد. اللغة مش ممتازة مش قوية، أوكي أنا أضاعف، أشوف أفلام، أسمع، أقرأ، أترجم، يعني ما توقف، مفروض ما توقف. لكن اللي بالابتدائي ما يدرون، لسه صغار يعني، ما يعرف شو البوصلة وين رايحة. لكن على الأقل اللي واصل متوسط وثانوي يعوض ما يمكن أن يراه ناقص له. وشبوا على المدرسين وعلى المعلمات بالأسئلة وبالإلحاح، وتعلموا. بالعكس المعلم الممتاز والجيد يرحب، يا هلا وسهلا، اسأل زي ما تبي، اسأل اللي ما يعني، بدون ملل بدون توقف. وهذا الشيء الممتاز اللي أشوفه أنا، مفروض عوض نفسك واستدرك بنفسك حتى لو وجدت قصور في التعليم، يعني لا تكتفي.